الملف اللبناني، حيث أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن الحكومة ستتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي لمناطق حدودية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق حزب الله النار تجاه القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يعرض الدولة اللبنانية للخطر. كما توعد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس لبنان بضربة عسكرية شديدة في حال تكررت هجمات حزب الله. ورفعت السلطات الإسرائيلية القيود التي فرضتها على سكان المنطقة الحدودية مع لبنان بعد عودة الهدوء إليها، وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مواقع لحزب الله فجر اليوم بعد الاشتباه في عملية تسلل. وينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أحمد، إذن على الأقل لحد الآن الحكومة اللبنانية، مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، يأخذ على محمل الجد تهديدات نتنياهو. الخلاصة الأخرى أن التوافق الضمني بين حزب الله وإسرائيل للتهدئة لم يعد له أي وجود. نعم، وهذا ربما كمال يعتبر من أن الرد الإسرائيلي بالأمس كان يعتبر بحسب محللين عسكريين رد قاسي نوعا ما بإطلاق وقصف لعدد من مواقع حزب الله ونقاط المراقبة. صحيح بأنها لم تكن تحتوي أو لم يكن يحتوي أي عناصر من حزب الله في هذه المواقع، ولكن هناك من يرى بأن إسرائيل حاليا تصاعد من الرد مرة تلو الأخرى، وبأنها جادة فعليا بأنها ربما ستقدم على ضربة قوية توجهها إلى حزب الله في جنوب لبنان. ولكن على الأرض نستطيع القول بأن الوضع انتهى عند هذا الحد. تهديدات ووعيد حاليا من قبل نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس لحزب الله وللبنان، وتحميل للحكومة اللبنانية بمسؤولية ما يطلق من أراضيها أو أي عملية تنطلق من الأراضي اللبنانية. أما على الأرض فاكتفى الجيش الإسرائيلي بعملية القصف التي نفذها بعد منتصف الليلة لعدد من المواقع لحزب الله ومناطق المراقبة من أجل الرد على حسب الجيش الرد على إطلاق لنيران من أسلحة خفيفة أطلقت من الجانب اللبناني باتجاه دورية إسرائيلية. حاليا كانت هناك خشية لدى إسرائيل من وجود تسلل، ولكن هذا الاحتمال تم نفيه ولا توجد أي حالة تسلل وعادت الأوضاع على حالها. ربما إسرائيل هي تقوم في الفترة الماضية بإصدار تهديدات عديدة كمال لحزب الله، ولكن هناك قناعة لدى إسرائيل بأن حزب الله سوف فيرد على عملية مقتل أحد عناصره خلال غارة إسرائيلية في دمشق قبل أكثر من شهر. وهذه العملية وهذا القناعة لدى الجيش الإسرائيلي ولدى السلطات الإسرائيلية تجبره أن يقوم باستمرار حالة التأهب في الشمال، حتى أنه في الفترة الماضية وعلى الرغم من التقديرات الأمنية بأن حزب الله لن يرد بسبب وجود الأوضاع التي تعاني منها لبنان بعد انفجار المرفأ في بيروت، إلا أن هناك يعني شهدت تلك المنطقة تواجد للقوات الجيش الإسرائيلي وأيضا حالة من الحشد في تلك المنطقة. حتى الآن قواعد اللعبة نستطيع القول بأنها ما زالت قائمة بين حزب الله وبين إسرائيل، وقواعد الردع ما زالت قائمة كما هي، ولكن هناك محاولات إن كانت من إسرائيل أو كانت من حزب الله لتغيير هذه القواعد. إسرائيل تسعى لتقوية الردع لمحاولة منع حزب الله في أي فترة مقبلة أو في أي توتر مقبل بأن يقوم بأي عملية على الحدود. ولكن أيضا من الناحية الأخرى ترى ويرى عدد من المحللين العسكريين بأن حزب الله سوف يسعى إلى تغيير وإلى إبقاء حالة الردع التي شكلها خلال السنوات الماضية وإلى تعزيزها من أجل بقاء ومن أجل استقرار المنطقة لاسيما على الحدود في الشمال. إذن الأوضاع عادت إلى الهدوء. نعم. بعد ساعات من التوتر هناك حالة من الترقب لما يمكن أن يكون، ولكن نستطيع القول بأن كل شيء انتهى عند هذا الحد ولن تكون هناك أي خطوات أخرى أو أي عمليات قصف إسرائيلية. هي تعتبر بأنها ردت على إطلاق النيران، ولكنها تنظر إلى هذه العمليات بخطورة لأنها تعتبرها بأنها خرق للسيادة، أيضا لأنها جاءت ليست من حدود مزارع شبع، هي جاءت من الحدود اللبنانية
الإسرائيلية وليست باتجاه مزارع شبع المحتلة كما جرت العادة في الفترات السابقة. مراسلنا في القدس أحمد جراد.